ما هي السنة العادية التي لا يثاب فاعلها وهل تدخل هل يدخل لبس الأمامة في ذلك؟ السنة العادية هي التي لم يظهر حينما فعلها الرسول عليه السلام لم يظهر فيها قصد التقرب والتعبد إلى الله تبارك وتعالى بها. مثلا لقد كان من لباس النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان. فما يظهر هنا أن الرسول عليه السلام كان يلبس هذا النوع من النعل قاصدا به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. كذلك مثلا ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا لها دخلها وله أربع غدائر له أربع غدائر أي ظفائر. فهذه لهجات عربية ما أدري أنتم تقولون غدائر ولا ضفائر. نعم ضفائر كويس. وهذه العادة لا تزال موجودة في بعض الصحارى العربية. تجد الشاب جميلا وسيما له غديرتان أو أكثر. هذه من سنن العادة وليست من سنن العبادة. كذلك الحكم بالنسبة لسؤالك الذي خصصته بالإمامة، فالإمامة أيضا عادة عربية قديمة كانت قبل وجود الرسول صلى الله عليه وسلم كلباسهم العباءة، هذه ألبسة عربية لم يظهر في تعامل الرسول عليه السلام بالعمامة أنه قصد بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم لو ثبت بعض الأحاديث التي وردت في فضل العمامة لا ارتفع شأنها من سنة العادية إلى السنة التعبدية، لكن فيما علمت لم يثبت حديث ما في فضل تعمم كمثل قوله عفوا كمثل ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة بعمامة تفضل 70 صلاة بغير عمامة. لو أن مثل هذا الحديث كان ثابتا لا ثبت أن الإمامة هي سنة تعبدية وليست سنة عادية. ومن ذلك مثلا وهذا أمر هام أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في مكان ما لظرف ما ولم يظهر أنه عليه الصلاة والسلام حينما صلى في ذلك المكان قصده لذاته. من أجل هذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد المنصور بالسند الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج في خلافته ونزل منزلا رأى بعض الناس يسلكون طريقا
فسأل أين يذهب هؤلاء؟ قال يذهبون إلى مصلى صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فخطب فيهم وقال: يا أيها الناس، من أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي، ومن لم تدركه الصلاة فلا يصلي فيها، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم، اتباعهم آثار أنبيائهم. فهذا رسول الله صلى في ذاك المكان في سفره، إن صلى في هذا المكان يصلي في ذاك المكان، أو ما قصد الصلاة في ذاك المكان لعينه ولذاته، فإذا لا يجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في مكان لم في مكان صلى فيه رسول لكن لم يظهر فيه أنه قصده لخصوص فضيلة فيه. فالتفريق إذن بين سنن العادة وسنن العبادة هو أن يكون الفاعل فعله عليه السلام بوازع شخصي أو عادي، ولم يظهر مع ذلك شيء منه يشعر بأن هذا الذي فعله هو من سنن العبادة. نقول مثلا الآن مثالا آخر، لباس البياض، لباس البياض كان يمكن أن يعتبر من سنن العادة، لكن جاء حديثه عليه السلام: خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. انتقل هذا من مرتبة سنن العادة إلى سنة العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالخيرية. بمثل هذا المنهاج يمكننا أن نميز سنة العادة من سنة العبادة. شيخ، نعم، من تشبه بقوم